مرحبا بحضراتكم مرة تانية، لسه مكملين معاكم أخبارنا المحلية، وهنروح دلوقتي لأخبار النادي الأهلي والصفقة الجديدة اللي أعلن رسميا عنها النادي الأهلي الساعات اللي فاتت دي. أعلن النادي الأهلي أنه تعاقد مع خالد عبد الفتاح الظهير أيمن سموحة ولمدة 6 شهور على سبيل الإعارة بناية الشراء. اللاعب المفروض أنه ينضم لتدريبات الفريق ابتداء من النهاردة، وده بعد إنهاء كل الإجراءات الإدارية مع ناديه.